غينيا. وزير الخارجية المغربي ونظيره الغيني رأس حفل التدشين، وخلاله شدد الوزير الغيني على أن قرار فتح قنصلية عامة لبلاده في الدخلة يعزز من جديد المواقف الثابتة لغينيا بشأن مغربية الصحراء. وفي مدينة العيون بعد قنصلية شرفية للكوت ديفوار وأخرى عامة لجزر القمر، الجابون تفتتح هي الأخرى قنصلية عامة لها في المدينة. بعد الافتتاح أكد نصر بوريطة أن دولا عديدة أبدت رغبتها في فتح تمثيلية دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة بغية التعبير عن دعمها للمغرب ولمغربية الصحراء.